الغني، وايضا في وجود الاخوه الزملاء الافاضل، وتميز على فكره يعني خليني يمكن الكابتن مجدي يوافقني، وجود رابطه النقاد الرياضيين بهذه الكثافه المهمه لاسماء اعلاميه ونقاد رياضيين مهمين، لازم اشكر من خلاله رئيس المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين الاستاذ حسن خلف الله. الاستاذ حسن خلف الله بصراحه وانا كنت بتكلم معاه ده دور مجتمعي هايل، لان النهارده نادرا ما كنا نرى رابطه النقاد الرياضيين، حتى احنا بنقول الرابطه والزملاء النقاد الرياضيين، مع كامل الاحترام للمؤسسات، وانا اقول كل المؤسسات اللي حاضره، لان انا قدام نموذج فريد اول مره اشوف قضيه تخص قاع كرة القدم المصرية، وهو دايما اللي احنا بنتكلم فيه حتى على قناة الشمس، لا تطوير الا من القاع، ما فيش حاجة بتيجي رأسي ان لم تلتزم وتنتظم مسابقاتك من القاع من الدرجة الرابعة وصولا لدوري الممتاز به او القسم الثالث مجموعتين، وبصفة خاصة المحترفين المسمى اعلاميا، لا يمكن ان تطور، لان رابطة الاندية الممتازة طبعا معها المنتج بتاعها بدأت تطور بشكل هايل، ولكن عندنا مشكلة كبيرة جدا، ما بنروح بلد ولا بنروح نادي سواء بشكل ودي او بكاميرا الشمس، سواء قبلية الكابتن مجدي عبد الغني او انا معاه ان هو مهموم بنفس القضايا، ما بنروح الا والناس عندها مشاكل، كانت الناس تكلمنا في مشاكل مادية قبل كده. مع اطلاق العنان للاستثمار الرياضي بدات رؤساء الانديه تفكر بره الصندوق، وده من اهم الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، لانك انت النهارده قاعد مش عايز تتكلم صعود حد بيمن عليك، لا انت في سيستم اتفتح، يعني انت صبغه رسميه لناس صعدت للدرجه الثالثه، الناس دي كلها رؤساء انديه شاطره عندها استثمارات عندها بيزنس، فيها أندية شعبية، فيها مراكز شباب، فيها أندية خاصة، بدأت تشتغل من خلال السيستم المفتوح درجة ثالثة، وتقدم نفسها إنها صاعدة من الرابعة للثالثة، لتفاجأ فجأة بخلق السيستم، أنت ما كنتش محتاج جواب عشان يقول لك أنت صعدت، مجرد ما السيستم اتفتح لل 26 نادي اللي موجودين ومركز شباب، أنت أصبحت بتشتري لعيبة، بتكون أجهزة فنية، بتعمل رؤية لموسم بشكل معين، تفاجأ ان اتقال ان في خطأ اداري، الخطأ الاداري عندما تحله كاتحاد كورة لا تتجاهل مصالح الاندية، عليك ان تجلس معهم ونشوف نطلع من الخطأ الاداري ده ازاي، خصوصا ان على فكرة الغاء الصعود انا بالنسبة لي هو نكبة للدرجة الرابعة والدرجة الثالثة، لان احنا عندنا مشكلتين زملائنا الصحفيين اللي موجودين، المشكلة الأولى إنك أنت الموسم ده فشل السنة اللي فاتت لما خليت الناس بطلت في شهر مارس، ووديت اللعيبة يشتغلوا فرانين، وإحنا صورنا ريبورتاجات كتيرة في الموضوع ده، واللي اشتغل مقاول أو صبي مقاول على حسب إمكانياته المادية، واللي اشتغل على تيك توك، وكان ده مسيء للكرة المصرية. فلصالح مين؟ إذا كنا بنتكلم بصالح الكورة وليس مجاملة، لصالح مين أعمل دوري أنهي في فبراير أو مارس دوري ثلاثة أشهر؟ نادي الألمنيوم كان في الدرجة الثانية، القسم الثاني لم يصعد بهدف اعتباري. ليه؟ لأن عنده لعب 10 مباريات ولا 9 مباريات. وصعد نادي بيروت، له منا كل التحيه والتقدير، هدف اعتباري ده لو عنده موسم طويل فنيا هيقدر يعوض تعادل واحد خلاهم تسوف النقاط وهدف ضيع ناس صرفت ملايين على موسم قصير فشل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. في تطوير حصل دوري المحترفين به الحمد لله بعد جهد جهيد وحملات اعلاميه كبيره، قدرنا نخليه 38 مباراه، وكان في توجه ان يبقى مجموعتين، وقلنا ده خراب وتدمير للكوره. عندنا موسم استثنائي في الدوري الممتاز، اعمل الدوري الممتاز ده بشكل محترم 38، لان ما عندوش توقف، يبدا الاثنين اللي جاي 7 وينتهي بالظبط 6-6، وهيلعب في رمضان مباراتين فقط بواقع اول هيفوت الاسبوع الاول بناء على رغبة الأندية، ويلعب الأسبوع الثاني والثالث من رمضان، ويسيب الأخير عشان العيد والقيام. فالنهارده 38 مباراة، أنا بقول لك من قعدة زي كده تحدينا لكل المستمتع الناس والكرة المصرية هتتفرج على
دوري بجد اقوى من الاستثناء بتاع رابطه الانديه التي اجبرت عليه. فنفس الوضع تحت الدوري ده، الدوري بتاع حضراتكم الدرجه الثالثه، ازاي اعمل 12 مجموعه وانا كنت معترض على ال 12 مجموعه يا كابتن مجدي؟ طبعا ونجمنا الكبير الكابتن كريم حسن شحاته اللي انا برضه بحييه وبحيي حضوره جدا جدا جدا، والكابتن كريم طبعا وانا بحييه لازم احيي صديق الحاضر الغائب احمد القصاص، لان الاعلاميين اللي حاصلين الملف ده واتكلموا فيه انا شايفهم انهم محترمين وقليلين، ولكن النهارده الرب ادت قوه لهذه القضيه بتواجدها بهذا الكم والاسماء الكبيره جدا اللي موجوده قدامنا. انت النهارده 12 مجموعه، احنا كنا بنطالب يا كابتن مجدي اعلاميا بست مجموعات، تخيل انت مجموعه فيها 8 فرق دي كره ايه؟ فالنهارده لما يكون عندي 16 فريق فبقوي المنافسه، الدرجه الرابعه لدوري هو الاتحاد الدولي عندك لغايه الثالثه محترفين، يعني ناس تعرف تجيب فلوس وتعرف تلعب كوره وتوفر ملاعب كويسه. ألعب 9 مباريات يا جماعة في موسم كامل لعشر فرق ولا 9 فرق، ويبقى عندي كمان باي ونحمل من 14 ل 16 فريق، ما دمت بتكلم عن إصلاح في موسم ينتهي بشكل عقلاني في مايو، ويبقى أنت بتتكلم السنة دي بداية إصلاح للكورة وسميته موسم استثنائي. فال 25 ال 26 نادي صعودهم للدرجة الثالثة ظاهرة صحية، هيقضي على بطلة أندية وبقال ما هو النادي هيقفل وبقالة لعيبه مش هتلاقي تاكل وتعيب، واجهزه فنيه في مدير فني يشتغل 3 اشهر وينام في البيت. لا يمكن ان ده يكون منطق. فالنهارده ليس صالح الانديه اللي احنا قاعدين عليه، وانما صالح الكره المصريه. خليني كل الزملاء الاعلاميين انا سريعا، وانا اسف كان لازم اقول لكم الحدوته من اولها لان احنا حافظينها ودي قضيه مهمه. اتمنى انها تبقى من اجل صالح الكره المصريه، تفعيل قرار صعود ال 26 علشان نعمل حاجه لله في الدرجه الثالثه محترمه. هم اتنسوا وسط الاضواء والشهره مع دوري المحترفين والدرجه اللي تحتيه. فوجود حضراتكم سيجعل القضيه تعود للنور من جديد. خليني بس السيد المحترم رئيس مجلس اداره نادي جولدن جيت احييه تحيه خاصه جدا، الداعي لهذا اللقاء ومن صديق المجموعه، فاتمنى انه كمان يستفيد اكثر في الشرح التفصيلي. انا قلت لكم العناوين العريضه، لكن في شرح تفصيلي لمعاناه الناس دي، اشترت لعيبه ازاي؟ الناس دي راحت على السيستم ازاي؟ اتقفل ازاي؟ في تفصيلات بما انه مفوض بالحديث بذلك، التفاصيل مهمة عشان الناس تعرف حجم الكارثة والخسائر المالية التي ستعود على ال 26 نادي اللي قاعدين إذا صمم اتحاد الكورة على تفعيل نهارات بمجموعات قصيرة أو قليلة تقضي على موسم من بدايته. تفضل يا استاذ أحمد. مساء الخير، مع حضراتكم أحمد ثابت نائب رئيس نادي جولدن جيت الرياض. بداية السادة الضيوف أهلا وسهلا بحضراتكم، والسادة ممثلي الأندية المتضررة أهلا وسهلا بحضراتكم. خليني أشرح حضراتكم الأمر بشكل بسيط. بداية من 15 أو 16 8 ظهرت بعض الأخبار والتقارير الصحفية بأن اتحاد الكورة في طريقه لزيادة عدد الأندية المتنافسة في القسم الثالث، نظرا لأن عدد الأندية المتنافسة في القسم الثالث يكون عدد قليل، وبالتالي الدوري بينتهي في وقت قصير جدا يكاد يكون شهرين او 3 شهور، لان في مجموعات، يعني على سبيل المثال